معكم من جديد في استاد الكاب، اكيد مازلنا مواصلين معكم للحداش متاع الليل في متابعه لاهم واخر الاخبار الرياضيه. وخليني نرحب ساعه قبل كل شيء بصحفي البرنامج وهبي هويسه. وهبي ساعه شريبتك، اهلا وسهلا بك. ساعه شريبتك محمد، مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكليك. الى يساري وليد بن حاحه، صح شريبتك ومرحبا بكم. صح شريبتك ومساء النور. مساء الجمال. مساء الجمال، مساء الحب. وينك نهار الاحد؟ نهار الاحد لا غالب كانت عندي خدمه لا غالب. لا خلي الناس تعرف الحقيقه، مثل شوي تصارح العباد كلهم نهار الاحد، شنو اسباب غيابك على برنامج استاد؟ والله نابل وحمامات يعرفوا فما ايفينمون كبيره صارت بحضور شمس الدين باشا، ف غايبت نظرا للالتزامات شادو لايف ستايل. واضح، تحية من خلالك الشادو، أكيد إن شاء الله تكون تسمع فينا. في البداية أكيد وليد حبينا نحكيه في موضوع على ملعب الشادلي زويتن، خاصة مع التصريح الأخير لعضو في بلدية تونس يقول أنه ملعب الشادلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات، خاصة الملعب هذا تقريبا يتسع ل 14,000 متفرج، لكن فما عزوف كلي من الفرق في تونس لطلب ملعب الزويتن. خاصة وليد أنا السؤال هوني مع مشاكل البنية التحتية في رياضتنا في تونس، وأنه نلقاه ملعب يقول لك عضو بلدي جاهز لاحتضان المباريات، ما هو سر هذا العزوف لفرقنا التونسية للعب في ملعب الشادلي الزويتن؟ لا محمد، الزويتن من أجمل الملاعب المتوسطة معناتها في طاقة الاستيعاب في تونس، أرضية ميدان متاعه ممتازة، المدارج تسعوا ل 14 ولا 15 ألف متفرج. السؤال المطروح ينجم يجاوب عليه الرؤساء ومسؤولين الأندية، شنو السبب اللي يخلي موقع الشادلي الزويتن؟ وليد أنا ممكن كنت صغير شوية ونعقل ونمشي نتفرج في المباريات، موقع الشادلي الزويتن هو بالحق موضوع مهم جدا حسب بعض المعلومات، انه بعض العائلات اللي موجوده في بجنب ملعب الزويتن اتقلقوا. هذا من الاول. من الاول اي هذا من الاول، وفما برشا سفارات ديجا غادي كانوا مساهمين كانوا مساهمين بطريقه مباشره او غير مباشره في غلق ملعب الشادلي الزويتن، وكنا حكينا قبل على ملعب الزويتن واسباب غلق الزويتن. في اتصالنا وفي تصريح ليه عضو بلدي يقول لك ملعب الزويتن حاضر جاهز لاحتضان المباريات، ونقطة مهمة جدا، ملعب الزويتن عكس بعض الملاعب تتوفر فيه الإنارة. صحيح. يقول لك ملعب جاهز، لكن وليد فما عزوف من الفرق التونسية للعب في ملعب الزويتن. كنقول الفرق التونسية هوني نحكي عن نادي الإفريقي الترجي الرياضي ولا ملعب التونسي. سي او تي محمد كانت تلعب في الزويتن. صحيح في الأولمبي للنقل. ستاد تونيزيان كانت تلعب في الشادلي زويتن. نتذكر مقابل ترجي وجوفانتوس لعبت في الشادلي زويتن. معناتها ملعب فريمون معناتها موقع نتاعه ممتاز، صحيح العائلات كانت متقلقه وبليس فما سفارات غادي، وقبل الثوره كان فما اصل برنامج نظرا للموقع نتاعه ينجم يجي عمارات ينجم يجي انفستيسمون، وفما ناس كانت حاطه العين عليه. لكن اليوم اذا كان التصريح تاع المسؤول البلدي يقول معناتها معطين الفوفير سورتو تاع ملعب زويتن، هو السيد خليفه بن عمر مسؤول المباني في بلديه تونس، يعطي الصحه هما معناتها اعطاو الفوفير باش تلعب المقابله غادي قريبه للجماهير، طاقه استيعاب معقوله نظرا لان ديجا كثر انتراد اسمه ما يتعباش نظرا لقرارات وزاره الداخليه، كان ينجموا معناتها يستغلوه على احسن وجه، خاصه محمد ملعب رادس راهو الكريم تاعو غالي بالنسبه للانديه 30,000 دينار دو نذكر زاد حتى النادي الرياضي الحملنف في الناسيونال وصل لعب مقابلاته في ملعب زويتن. اونتروتر محمد معناتها يهزنا للسؤال ملعب المنزا وينو؟ تنجيو للملعب المنزا. وابي ممكن انا خليته الاناره تتوفر فيه الزويتن، ما نعرفش نجم برشا توا يقول لك لا موجوده الاناره، انا اللي نعرفه انه الاناره موجوده خاصه مع المشاكل البنيه التحتيه الموجوده توا في تونس، يقول لي ملعب الزويتن ينجم يكون حل من الحلول للفرق التونسيه، لكن للاسف يقول لك فما عزوف من الفرق التونسيه
لطلب ملعب الزويتة؟ شنو هي الأسباب اللي تراها أنت حسب رأيك وهبي للعزوف هذا الفرقة التونسية؟ ممكن فما خوف من الفرق التونسية خاصة من مسؤوليها، لما نحكي خطر نعرفوا ناس كوليك اللي فما عائلات فميكا مش مساعدها أنه يتلعبوا ماتشوات، فما قلق من عائلات فميك، دونك برشا كيبات تهرب من أنه مش تمشي تلعب فميكا من الفريقي ولا الترجي ولا الملعب التونسي. تقول لك خاف على مشاعر العائلات مش خاف على مشاعر العائلات، يجب يكونوا فما صداقات ما بين الناس فما تسكن فميك يعني، لكن يعني هو بالأساس كي نجيو نتبعوا الموضوع شنو السبب أنه علاش ما فماش مشكل نجم الراو مشكل كبير، لما يجيك مسؤول في الدوله ولا مسؤول في وزاره ويقول لك الملعب راه متوفر فيه، الملعب متوفر نجم نلعبوا فيه كره القدم، وفوق من هذا متوفر فيه الاناره حسب ما نعرفوا، نلقاو اليوم فما عزوف من 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 الانديه، يعني فما مشكل هنايا. وين نعرفوا اللي في تونس يعني ديما فما ناس مش مساعدها، وكما قال وليد يعني ملعب هذا تاريخي قبل تلعب فيه مباراه ما بين اليوفي والترجي، شنو السبب اللي لقاو فيه الملعب هذا؟ كما كان ملعب المنزه سابقا، يعني فما ناس ما حبيتوش يرجع ملعب هذا لعده اسباب، ممكن تقريبا نفس التوجه من بعض الأطراف باش الملعب هذا تقريبا يغلق. ملعب المنزة الأشغال متواصلة في ملعب المنزة، لكن فما بطء كبير على مستوى الأشغال. الأشغال موجودة في ملعب المنزة، هاي الأشغال قدامنا، لكن فما بطء كبير وليد، ما نعرفش هذا هي إمكانياتنا في تونس إنه البطء هذا موجود عندنا، موجود في شركاتنا، شركات المقاولات الموجودة في تونس، أم ماذا بالضبط؟ أنا ما فهمتش الحق، لأنه فما بطء كبير. وكان كنشوف موعد اللي مش يرجع فيه ملعب المنزة ديسمبر 2024 ونشوف الأشغال الوين وصلت، الحقيقة نتسائل إسك مش نخلته ولا لا. محمد هنا كيف كوا قال الكابتن خالد حسن، هاي الصورة مزيانة دي. ولا الملعب هذا شكون وقع اسناده؟ شكون المقاول؟ هل ترى المقاول هذا مختص في بناء الملاعب كما شفنا كما نشوفه في العالم وشفنا الديرنييرمون الدرس اللي في قطر، او اعطيناه معناتها المقاول نتاع بناء عادي ويبدو اللي هو مشى معناتها الملعب؟ ممكن نفس المقاول اللي خذا ملعب سوسه اللي له بعد كيفاش خرج ملعب سوسه يعني. ايه ولا واسكو الاعتمادات اللي مرصوده قاعده تتصب بالليزيشيونس العاديه في الوقت نتاعها باش المقاول ينجم يكون لاوتور في التوقيت ويكون معناتها خالص مع خدامته ومع الماتريال اللي يكري فيه او لا؟ هذا هو السؤال. لان اكثر واحد ينجم يجاوبنا محمد هو السيد الوزير الدقيش اللي عنده برشا مظهرش كسوسوا في المشاكل اللي صايره في البنيه التحتيه اللي هي اولا واخيرا هو كوزاره مسؤول عليها، وشنية الاستراتيجي متاعهم في البنية التحتية مش كان في الملاعب، حتى في المسابح ولا في القاعات المغطاة، وشفنا ملاعب تونس الكل في الجهات الكل من زبرقيبة الكيف سليانة، أخيرا شفت ملعب سليانة دخت أنا ما كنتش نتصور معناتها القاعة المغطاة اللي في سليانة باش تكون معناتها بالكيفية ذيكا. لأن الوزارة يزم تعطينا استراتيجي متاعها بكل وضوح وتقول لنا واس كون فا دي سي دو زون، شنو برنامجهم وشنو النجم وخطو وين نحبوا نوصلوا. اذا مش حبوا ينومونا بهالحرابش هذوما نتاع اربع حفر وطرف رمله وكذا، راهو معناها كفانا ضحكه على الذقون. نحبوا الانجازات، برشا كلام والانجاز صفر، مارينا حتى مش انجاز. مش نحكي ولا اي حاجه وليد، راهو نحكي على ملعب المنزل اللي يرمز تاريخ بلاد كامله. بالطبيعه ملعب المنزل وحتى في وسط الاشغال، انا كرار الصور اللي موجوده في وسط الاشغال، رغم قناعتي انه ملعب المنزل ان شاء الله مش يكون في ابهى حله، حتى كرار الصور هذه نتاع الاشغال يوجعني قلبي على ملعب المنزل، خاصه مع الذكريات الحلوه اللي عشناها في ملعب المنزل. التخطيط السليم شكون اللي يعمل فيه؟ هذا هو تو الوزير عنده مدراء عامين ورام إدارات ورام مكاتب تاع دراسات دولية، مكاتب دراسات دولية نحكي معك، وأنا عندي فكرة على المواضيع هذه والناس فاش قاعدة تخدم ودكاترة في البحث. إيه وين وصلنا؟ فاش قاعدين نعملوا؟ إذا ما الناس قاعدة تاخذ في شهري وين قاعدين نوصلوا؟ هذا مال عام وين قاعدين نتقدموا؟ اسكو وزارة الشباب والرياضة على علم باللي هي معناتها ما لا يقل عن 3 سنين تو السيد الوزير؟ عامين 3 سنين، شنو اللي قدم؟ شنو اللي الشباب والرياضة؟ احنا الرياضة مع الأسف، ولو اني محمد ماذا بيا نعطي موجات إيجابية، الرياضة أمورنا تعبة في البنية التحتية حدث ولا حرج، قعدوا عنا مدربين بالحق
فنيين توانسة منورين في تونس وخارج تونس خاصة محتلين المغرب العربي في الأندية الكبرى. عندنا كيلكو جوار زادة محتلين بطولة ليبيا بطولة مصر متواجدين منورين, يعني الفنيين قاعدين يخدموا في ظروف قاهرة وفيكسا قاعدين ما تجادل اليتيم بما لديه. لهنا الإدارة وين الله أعلم, واضح بيروقراطية كبيرة 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 برشا. واضح وليد والحقيقة أيضا وهبي وقت اللي نحكيه على البنية التحتية الرياضية في تونس تحبنا أربع أيام وأشهر وسنوات وإحنا نحكيه على البنية التحتية في تونس وإن شاء الله نخلطه أكيد كما قلنا ملعب الزويتن حسب مدير أو مسؤول المباني في بلدية تونس يقول إنه الملعب جاهز لاحتضان المباريات لكن فما عزوف من الفرق في الأثناء. ملعب المنزة الأشغال موجودة لكن فما بطء على مستوى الأشغال. وأنا نحكي على البنية الرياضية في البنية التحتية الرياضية في تونس أو كمن خلال البنية التحتية الكلمة هذه فما نحب نداء أهل السلطات في ولاية نابل أو في ولاية في معتمدية الحمامات فما في مدخل بركة الساحل فما سكة متاع ترام نعرفش عشية كاملة البارير وهو هابط حتى توك جيت جاي نفس العملية أو كحمز العراكي يقول لي معناتها البارير مازال هابط ما فماش ترام لكن البارير ما نعرفش فما عتب ولا شنو العتب هذا قاعد يتواصل وقاعد يتعاود في مدخل بركة الساحل مستوى السكة الحديدية. إن شاء الله السلط والهياكل المعنية في ولاية نابل أيضا في معتمدية يعني الحمامات CNCFT ما يتبعش البلدية محمد لا لا نحكي حتى على مستوى الولاية وليد يلزم بالحق وبعد ما باش ما نرجعوش نقولوا فما حوادث طرقات وفما إلى غير ذلك. هكا نكون أغلقنا موضوع على البنية التحتية أكيد المشوار ما زال متواصل إن شاء الله. وليد شوية آخر باش نرجع نحكيه على عقوبات الرابطة الوطنية لكرة القدم وخاصة مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل وآخر استعدادات الترجي والاتحاد المنستيري في المسابقات الإفريقية. فاصل قصير ونرجع معكم من جديد.